راني مسكينه شوف راني كتمنطي لكم الصور الصوره وهذا الحمق هذا شوفوا شنو دار شوفوا سي شو كيدير قالك مسكينة كانت الحرارة وهي كتعجن وكتقرص في الأخير شو شنو دار ليها وانت هي كتبكي دابا على هاد الشي هذا صافي لا 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 شتي كانت مسكينه كتصاوب لكم سميتو العنوان ديال الصوره في الاخر ديالها شوف شتي هذا المجرم انا بقى غير نخبز غير نشعل فرانه انا بقى غير نشعل فرانه كنت كتمونطي هاد الصوره مصغره ديال العنوان خبز صافي يعني دارت عجنات وقرصات ودارت كل شيء وفي الاخير ها انتم يوسف وهذا الشيء راه ماشي غير اول مره هذه راه تقريبا راه ثاني مره كيدير هذا الشيء هذا يوسف الشيء راه ثاني مره هذا الشيء شتي المجرم شتي شنو درتي شفتي دابا راه بنادم مع الحال دابا يلا سير جيب الخبز دابا سير سير جيب الخبز يلا سير جيب الخبز لامك قول لها هاكي صافي بلا ما تعذبي انا ما نعطيك ما نعطيك حليب صافي انا ما نشتري لك حليب كاع قبيله كنت دابا على حراره مفقوزين ودرت لي هكا داير هكا وياه كان نضص بكري والحرارة دابا ما دابا هادشي ما عندوش كيفاش غادي شنو هو الحل لهادشي هذا دابا سير ديك خبز صاحبي سير ديك خبز عندنا خبزة الأولى خبزة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الستة ست الخبزات شنو آخر مازال شحال كنتي درتي لاني ستة أيوا صافي وهذا هو آخر صافي 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 واش دابا جنوار ندير دابا قالك هذا هو الاخر لا جينا الاخر هذا هو الطحين الاخر صافي راه نمشي نجيب لك شوفي بلا ما ديري والو نمشي نشري الخبز ديك الخبزه يا ري ندير يدوز لك السيمانه هذاك الشيء اييه يدوز السيمانه ايه شي لا نعمه كضيع دابا كيفاش غنديروا ليها لا ما بقالك ما تعجني راه وسخه مع الارض لا باقي في الفوطه ديالو ما صافي ما عندك ما تعجني واخا غتعجني غادي يجي مدقص يجي داكشي ما كيفاش داير صافي حيديها واش ندير حرام تحب تقبي هذاك الشيء هادي راه ثاني مره كيدير هذا الشيء يوسف انا نمشي نجيب الخبز صافي ما وقع والو سي يوسف سي فنان شي شنو درتي لماماك ناضت في الصباح بكري مسكينه لا حليب لا طوني لا والو ما نجيبلوش طوني كل حليب ما تحرمتي بياس شتي انت حرمتي على راسك الحليب وطونيك عاستا كنجيب لولدي لكن خطر اخرى بقيت تدي عليه الباب الكوزينه صافي ملي تكوني كتعجني شدي الباب الكوزينه هذه راه ثاني مره والله الا ثاني مره كيدير هذا الشيء هذا ونضت مسكينة في الصباح بكري باش انها تعجن وباش انها دير وهو النيت اللي بقى شتي ها انتما ها انتما هاد الطحين انت
حين نيت مع الفينار ما بقى لا فين تولي تزيد هادشي ما بقى لا فين تولي تزيد عاد تهجن الطحين اللي كان هو تسالا نمشيو نجيبو لها الطحين نمشي نجيب لها الخبز الصراحه بقيتش كي اش كيعجبني الخبز ديال برا اللي كيبيع ما كاينش محسن الخبز ديال الدار كيكون عارف شنو فيه وداكشي المهم عندنا ما غادي نديرو نمشيو نجيبو الخبز وها فين كنت يعني هي راه كانت حاطاه هنايا شتي هنا راه كانت حاطاه بعيد دابا هو شنو كيدير باش يطلع لتما كيهز الكرسي كيحطو هنا وكيطلع وكيبقى كيجبد اولا مثلا الا كانت غير الشطيطه ملي كيكون مغطي الخبز العجينه كتكون مدليه غير شي شويه هنايا داك اللي مغطي به العجينه كيجرب شويه بشويه بشويه حتى كيحكمها مزيان وكيجرها وخلاص الثلاجه شحال مره كيحلها كيجبد البيض كيطيحو الارض فهمتوا ايوا هذا ما كاين الدراري هما هذا وليلى حتى هي دوزات تقليل حتى هي حتى ليلى هرست التليفون كان واحد النهار ليلى يلاه شريت لامها التليفون مسكينه الله يلاه بدات يلاه فرحانه بداك التليفون وهذا وليلى قبضت واحد الكاس وكتهبط ليه على فيشر كتهرس عليه كنت شريت لها تقريبا شي 2200 درهم باش خديت لها جديد واحد الهواء صافي ما حلمتش به مسكينه لانيتا تهرس في النهار الثاني تهرس الدراري هما هذا اللي عنده شي دراري صغار وفايتين داروا شي كارثه بحال هذه كتبوها لنا في التعليق واحد النهار عاوتاني ولد اختي شنو دار كان جا عندنا ضايف للدار ماشي في هاد الدار ملي كنت ساكن مع الوالد هز بريكة ما منين جابها دخل شعل العافية في البونجة ديال ليلى شعل لها العافية داك الكروسة داك اللعيبة فيه كتنعس بحال كتكون كروسة ولا شنو هي كيقولو لها المهم الناموسية ديال ليلى كتكون طالعة هكا بالكرياج يعني جا ولد اختي انا غادي نعجنها لا صافي ما بقات ما تعجني لها صافي راه طايح فيها فيها الزغبة لا ما طاح في الارض ما طاح في الارض انا غادي نجربها دبر راسك المهم راه واخا غادي تعجن لك غادي تجي ناقصه غتجي العجينه ديال غتجي الخبز ديالو ومداهي ما غيجيش بحال الاول شنو راه غادي خاصها غير ايوا غتجي جهه كبيره جهه طالعه وغادي جهه لاصقه وجهه ما كيفاش داير من فوخه فهمتي غير غتمرضي به راسك وتضيعي عليه البوطه صافي ولكن حرام نرمي ديك العجينه ايوا حرام نرمي شنو غادي نديرو لها راه غتجلسي مع راه واحد داك النهار راه كنضيع لك غير خبزه وحده وبقيتي كتقاتلي معاها في الاخر جات خايبه جات لاصقه يعني ما الخبز ما كيتحلش من الداخل كتجي لاصقه المهم داك النهار ولد اختي شعل العافيه وسد الباب وخرج ملي كنت ساكن عند الوالده وحنايا تا كنشمو الريحه ديال العافيه كنقولوا شنو هذا الشيء قبيله انت هنا حبيبي وما كتشمي ريحه ها انت الشيء ريحه ديال الغاز هو عاوتاني كيحل سميتو كيحل الغاز دائما غير الله الا ريحه البوطه كيدور هذا كيخليها هكا وكيخلي البوطه كتنفس وهذا مع هادو قرابين كيخليهم كيتنفسوا مع هادو قاصحين هادو كيخاصك تبرك عاد تدور هذا لا وهاد القضيه ديال البوطه دائما كيفتحها علينا والله الا دائما كيفتحها علينا حتى كنكونوا جالسين ليه وكنشموا ريحه البوطه دابا صعيب الدبز هذا غادي نرتاحو تيكبر وعادي ترتاحو معاه هو شوف راه تقول لي زعما حضيه وردوا ليه البال راه تحضيه مثلا 11 ساعة الا غبتي عليه غير ساعة يدير لك فيها شي كارثة فهمتي يعني راه ما عندك ما غادي دير لأنك كتكون مقدرة شي حاجة مكتبة شي حاجة راه كتوقع
نرجعوا للموضوع ديال ولد اختي شعل العافيه في الباب في البيت، وكان عندنا الوراق تما ديالنا والباسبورات ديال لاني ومسائل والوراق ديال الزواج ديالنا الحاله المدنيه. شعل العافيه في البيت وسد الباب وهبط عندنا وبدا كيلس كيلعب بحال ما وقع والو. حتى كنشمو سدات الباب بالهيله تما معك في الطبقه الفوقانيه، حنا كنا داك الساعه لتحت. صافي شعل العافيه وهبط، ومع حنا كانوا جاو الضياف، هبطنا دينا جالسين كاملين في السفلي كاملين جالسين مع الضياف، والفوق بقى خاوي يعني الفوق كنت ساكن فيه انا. صافي دخل البيت فين كنعس شعل العافيه في اللاموسيه ديال ليلى وهبط وسد الباب. نعم سيدي، حتى شمينا الدخاخن وطلعنا لقينا البيت شعل فيه العافيه، رجع كحل وسمعتو الدخان سارة في الدار كاملة في البلافو ديالها، السقف ديال الدار ديال الطبق ديال البرطمة كاملة ولات كحلة الدخان. بعد الدخان ملي كيشعل كيطلع الفوق الدخان وكيبقى كيتسارى في البلافو هذا كامل، كيتسارى فيه حتى في البيوت الآخرين اللي ما قاصهمش العافية. المهم ولينا عاودنا داك القبص، ولينا صبغناه البيت، ولينا صبغناه الكوادر، هاد الكادر بحال هذا كان تحرق لينا من هنا ومن هنا، الكادر عاوتاني ديال الضوايا حتى هو تحرق. الناموسيه وجوج شنو مشاتنا الناموسيه والحيفه نتاع الناموسيه، ومشات لينا سميت جوج ملايات. صافي تحرق ايوا صافي. يعني الدراري الصغار راه ما عندك ما غادي دير معاها، هادو هما جاب الله. بعدا راه ما عندنا لا نادر لا والو، حرقنا النادر بحال دوك الناس ديال اللي في الباديه كتلقى دائما دوك صحاب النوادر مساكن كيحرقوا لهم الدراري الصغار البال. ايوا واش غادي دير؟ والله الا زعما صافي نقول لك ربي كيحفظ وصافي، ربي كيحفظ وصافي. هذا ماك شتي، يلا زيد يلا نخرجوا للحانوت، يلا نمشيو نتسخروا. نوض يلا نمشيو نتسخروا انا ولدي، نوض نجيبوا لماما كداك الشيء اللي ضيعتي لها. هو المهم هذا ما كاين، ارضوا بال وليداتكم واللي فايت ولدو ولا بنتو دارت شي كارثه والدار تكتب لنا في التعليق. هذا ما كاين. المهم يعني الناس اللي عندها الوليدات ولا عدد ديال الوليدات وجدوا راسكم لهذا الشيء، وجدوا راسكم ما كاين لا راحه، ما كاين لا نعاس لا ماكله لا حتى شي حاجه. مشيتي خرجتي تسارى ما كتسارش فراحتك، جلستي تاكل كتعطيهم ياكلوا ما كيبغيوش كيلعبوا كيبغيوش ياكلوا، بغيتي تنعس تكا كتسمع الداف قرد اللافه وطيحها وهرس، انت راك ناعس وهو الا كان فايق كتبقى كتفكر فيه كتقول عندك يمشي لهنا عندك يمشي لهنا عندك يمشي لهنا. تبارك الله شتي هو كطيح شتي هو كطيح. في الزقوم يقدروا ما يبغوش ينفسك. المهم كانت واحد السيدة سميتها ميلودة، قالت لي محمد حشومة عليك، يعني سميتي الفراخ ديالك ميلودة وانا سميتي ميلودة، يعني خصك تغير السمية حيت سميت هذا هو الذكر، شي الذكر صفر مسعود وهذه ميلودة. المهم جيت نقول لك خالتي الا كنتي يعني ما يعني ما بغيتيش ان الاسم ديالك انه يدار في فريخ ماشي مشكل، انا غنسميه ليلى فهمتي، ميلودا غنسميوها ليلى وصافي، مسعود وليلى فهمتي. لحقاش راه حتى حنايا حنا بشر كنلقاو كنبقى نسمع شي واحد يقول لها الطويره ديالي المحيله ديالي الغزاله ديالي الفريخ ديالي مثلا بحال هكا فهمتي، يعني حنايا بحال اللي كنمثلوا راسنا مثلا عصفورات ولا شي حاجه اللي هي زوينه.
شتي الا كانت العصافير شي حاجه اللي هي محبوبه، شي حاجه اللي هي زوينه، شي حاجه اللي هي فهمتي كيبغي ياكل شي صغير وكبير. يعني مكاينش حرج ان مثلا تكون السميه ديالك مثلا السميه نتاع واحد الكائن اللي هو واحد العصفور اللي هو جميل وكيغني والمنظر ديالو زوين والشكل ديالو زوين ومحبوب وما كيأذيش وضريات. فهمتوا انا سميتها ليلى، يلا خالتي ميلودا احنا ما غنسميوهاش. فهمتي راه اللي خايبه هي مثلا تسمي شي حيوان اللي هو ما خايب، شي حيوان اللي ما كيبغيوهش الناس، وتلقاي الاسم ديالك مثلا. وحتى لو لقيت الاسم ديالك حقاش كل واحد كيمطر راسو، والاسم هو ماشي معيار لواحد الشخص انه يكون مزيان ولا يكون خايب. فهمتي راه شحال من ميلودا مزيانه وشحال من ميلودا خايبه، كل واحد كيمطر راسو. مثلا انا محمد، كتلقى واحد سميتو حتى هو محمد، كتلقى مثلا السكيري، كتلقى مثلا كاين شي حوايج خايبه، كيدير شي اعمال خايبه مثلا، واش غيبقى فيا؟ هذا واش انا غادي واش يعني واش غيبقى فيا الحال حيت واخا السميه ديالو هو خايب؟ لا، كل واحد كيمطر راسو، هذا ما كاين. والمشكل هاد السيده هادي يعني ملي شافتها بحال اللي بقى فيها الحال، وفي الاخر ما كتعرفش مسكينه تكتب، وعيطات لشي وحده قالت لها كتبي ليا وشنو غتقولي لهم وشنو غتقولي لهم. يا خالتي علاش هاد الحاله هادي كامله؟ راه ماشي شي حاجه اللي هي شي حاجه اللي هي خايبه، ولكن حنا ماشي مشكل، حنا من دابا القدام مابقاش سميتها ميلودا، سميتها ليلى بنتي صافي. وهذا ما كاين، غير باش يبقى كل واحد على خاطر. او صافي هذا ما كاين في هذا الفيديو هذا، ونشوفكم ان شاء الله. يلا السلام عليكم، مبروك الروا طروات القضيه.